اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من هيب هوب ستايل. حلقات راح نتكلم فيها عن الراب الاجنبي وعندنا الاخبار مره كثيره من امد الاخبار ل 6ix9ine. وقبل ما نبدأ الحلقة سوي لايك سبسكرايب وانشر عند أصحابك إذا شايف إن المحتوى يستاهل النشر. يا أول موضوع معانا في هذه الحلقة لجي زي. جي زي حالياً في مشكلة مرة كبيرة مع حرمته وعائلته. المشكلة هي إنه في بنت حالياً طلعت في ولاية من ولايات أمريكا قاعد تقول إنه جي زي أبوها عمرها 28 سنة وحالياً قاعدة تلاقي تعاطف كبير من الناس في الإنستغرام وقاعدة تنزل صورها هي إنه هي تشبه جي زي وقاعدة تصور أهلها وتصور أمها المشلولة فكتير لقيت تعاطف. أول شيء خلينا نتكلم عن هذا الموضوع إنه جي زي مو أول مرة واحد يقول إنه هو ولده، يعني حصل له برضو السنة الماضية أو السنة اللي قبلها إنه كتير من الناس بيجي يقول إنه أبونا كان ويست أو أبونا جي زي أو أبونا إمينيم عشان يلاقوا شهرة ودعم من كتير من الناس وبعض الحين المشاهير نفسهم يعطوهم فلوس عشان لا يسببوا بلبلة في السين. فهل الموضوع صحيح إنه هذه البنت بنت جي زي؟ او ممكن برضو كدابه زي كثير من الفان. بس لو نتكلم في صراحه اعتقد في شبه مره كبير لانه حتى هم نفسهم الفنانين دول تلاقيه هو مر على مليون بنت فهو بعض الحين ما يعرف مين هم اولاده اصلا، فممكن تكون بنته حقيقيه وممكن لا. بس بكل صراحه انا بحط لكم الصوره اكتبوا لي تحت الكومنتات ما تحس انه في شبه؟ انا شايف انه في شبه مره كبير. الخبر الثاني معانا في هذه الحلقه هو امتداد لحلقه نحن سويناها عن مشكله بين فريش مونتانا المغربي وبين يونغ ثوغ. طبعا يونغ ثوغ وفريش مونتانا الين دحين قاعدين يتضاربوا قاعدين يعايروا بعض. خلينا نتكلم عن المشكله الجديده انه يونغ ثوغ نزل مع كريس براون تعاون ميكس تيب نزلوه والميكس تيب ما جاب مبيعات كبيره، جاب تقريبا في اسبوع 19,000 مبيعا. اعتقد هذا الرقم مره صحيح لما تجيب كريس براون ويونغ ثوغ وتعاونات في ميكس تيب في الاخير يجيب لك هذه الارقام السخيفه او هذه الارقام الضعيفه. فمين اول واحد بدا يتشمت على يونغ ثوغ؟ طبعا فريش مونتانا. فريش مونتانا قاعد يقول انه هو البومه شوف كم جاب في اول اسبوع وجاب شهاده ذهبيه. طبعا انا ما اشوف ان الموضوع فيه له انصاف لانه فريش مونتانا الالبوم اللي نزله كان عليه شوائب مره كثيره، انه تراكات اصلا هي نازله من قبل سنين وضافها في الالبوم فالمبيعات تنحسب، فاعتقد انه مستحيل تقارن البوم فريش مونتانا بالمكسب اللي نزله يونغ ثوغ مع كريس براون. وبرضه نفس الموضوع انه هو يونغ ثوغ قال حداني قارني بالبوم الاصلي اللي منزله انا العام الماضي في 2019. ويونغ ثوغ برضه قاعد يبرر ان المبيعات ليش قليله لان هم نزلوا الميكس تيب في الساوند كلاود قبل ما ينزل اصلا، وبرضه نفس الوقت هم ما سوقوا له زي الناس لانه ما كانوا مهتمين به اهتمام كبير. فاكتبوا لي تحت في الكومنتات ايش سبب المبيعات القليله للميكس تيب حق كريس براون ويونغ ثوغ مع انهم اسماء كبيره في السين. الخبر الثالث اللي كل الناس منتظرينه عن 6ix9ine. أول خبر إنه 6ix9ine قاعد يتحارب من البيلبورد بشكل مرة مخيف وشكل مرة رهيب، وهذا الشيء يعطيك استغراب ليش الناس قاعد تحارب 6ix9ine في موضوع المشاهدات وإنه أغنياته ضاربة ومتصدرة برامج مرة كثيرة. يعني لين دحين نحن ما شفنا إنه 6ix9ine صدر البيلبورد مع إنه جايب أرقام مرة كبيرة وجايب مبيعات مرة كبيرة، وهذا الموضوع خلى الكل يستغرب لأنه البيلبورد نفسها قاعد تدعم تراك أريانا وتراك جيستن بيبر عشان 6ix9ine ما يجيب الاول في البيلبورد، مع انه 6ix9ine زي ما هو موضح في الفيديو انه هو قاعد يصدر اغلب البرامج الايتونز او سوني، فاغلب البرامج هو قاعد يجيب فيها ارقام وهو قاعد يصدر فيها التوب. I'm gonna make this real quick because I'll be real disappointed if Billboard gets paid for number ones, somehow manipulate the charts. I want the whole world to see this because what I'm about to show you is a forecast, right, of what every label in the world gets. Atlantic, Interscope, Republic, Columbia, Sony, Universal Music, every label gets this, right? This forecast was today, Friday. So it was sent yesterday. This is the forecast from yesterday, right? Number one, Doja. But 6ix9ine شكك في مصداقية بالبورد، ومصداقية بالبورد لما أحد يشكك فيها ترى هذه مشكلة مرة كبيرة، لأنه أغلب الفنانين حاطين ثقتهم على هذا الموقع، فهذا الموقع لما يلعب بالارقام ويلعب انه ما يرفع الناس ويعطي الناس حقوقها، فهذا الشيء راح يخلي كثير من الفنانين ما يبدوا يعطوا اهتمامهم لهذا الموقع. And then they post for a very limited time. So Billboard
I'll be real disappointed because this is for every rapper, artist in the world, every genre. If you manipulate the charts, right, and you create bundles. من رأيي الشخصي أنا أشوف إنه 6ix9ine هو نجح في هذا الموضوع إنه سوق ودفع فلوس وخلى العمل حقه ينتشر في كل مكان ويجيب مبيعات. فأقل شيء إنه أنت تعطيه حقه، كنت تكرهه أو كنت ما تحبه أو كانت الأغنية عجبتك أو ما عجبتك. يعني أنا الأغنية ما بسمعها بكل صراحة، بس الأغنية ناجحة من ناحية أرقام ومن ناحية مبيعات ومن ناحية انتشار ومن ناحية حتى تأثير. فأنا أشوف إنه ظلم إنه أنت تظلم 6ix9ine عشان توجهاته وعشان مشاكله اللي سواها. فالإنسان تعب أعطيه حقه. الخبر الثاني عن 6ix9ine اللي هو 6ix9ine حاليا عنده مشكلة مع مين؟ مع سنوب. إذا ما تفرجت الحلقة الأولى اللي تكلمنا عن 6ix9ine اتكلمنا عن بداية مشكلة سنوب و 6ix9ine، فارجع تفرجي الحلقة الأولى بعدين كمل عشان تفهم أنا إيش قاعد أتكلم. أول شيء أنا أعيد مرة تانية وأقول إنه سنوب قاعد يتدخل في مشاكل الجيل الجديد، وهذا الشيء راح يخليه يفقد شعبية مرة كبيرة عند الجيل الجديد. غير كده الجيل الجديد ناس فاضين، ناس عندهم دم بارد على قول الأمريكان، الدم البارد اللي هم ناس شباب، ناس فاضين، فهم ما عندهم شيء يخسروه، فهم ممكن يشوه سمعتك، ممكن ينزل عليك ديس، ممكن يهينوك، ممكن يسوي لك أشياء أنت في غنى عنه وأنت إنسان كبير بكل صراحة في السين الأمريكي حاليا. بدأ الرد من 6ix9ine لما نزل فيديو في حسابه وهو قاعد يتفرج على مقابلة مع شوغ نايت، قاعد يقول إنه سنوب سنيتش. That's because he's an informant, he's a rat, a snitch, you know. And they're more important to the police on the streets than in here, because they never know what's going on. They might say they sold by telling them 3, 4, 5 other guys. كثير من الناس بدوا يهاجموا سنوب في الانستغرام وحتى في تويتر، قاعدين يسبوه، قاعدين يقولوا انه انت اصلا سنيتش، وطلعوا صور فيها تحقيقات مع الشرطه. لكن سنوب اول يوم ما رد، وهذه كانت مشكله انه هو ما رد بسرعه. رد اليوم الثاني وقاعد يقول انه امس كان ما عنده وقت وحاليا هو عنده وقت. وزي ما تعرف انه دائما سنوب يبدا ايش، يبدا يستهزئ في الانستغرام وينزل عنك بوستات من هذه المواضيع السخيفه. وطبعا هذا الشيء يعزز من ضربه جمهور 6ix9ine. يعني نزل فيديو سنوب قاعد يقول فيه انه هو ما كان عنده وقت، انت اصلا واحد ما انت كويس، وانت سنيتش، وانت 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 وانت، ولا تقرب من الدوغ، وما ادراك من ذا الكلام. ما اتكلم عن موضوع السنيتش بدري. But today, I got time. You better get the fuck off my line, nigga. Rat boy. You really better leave me alone. I ain't the one. وهذا الشيء اعطى جمهور 6ix9ine قوه انه سنوب قاعد يتهرب من الموضوع عشانه انفضح انه هو اصلا سنيتش. بعدين جرد من سنوب انه هو ما عنده مشاكل مع شوغ نايت، وكان اصلا موضوع اختلاف، وبعدين اصلا في المحكمه هو ما وشى باحد، وهذا الشيء مستحيل احد يستغله عشان يطيح سنوب من هذا الموضوع. طبعا برضه سنوب قاعد يتهاجم حاليا هجوم مره كبير من جمهور 6ix9ine او جمهور الراب بشكل مره كبير. نفس الوقت انه 6ix9ine مو فارقه معاه، كل الناس اصلا بيسبوا، هو قاعد يقول لك انا اصلا سنيتش. فاعتقد الخاص حاليا في هذا الجو لمين؟ سنوب. طبعا مو هنا الضربه القويه، الضرب القاضي انه 6ix9ine سرب فيديو سنوب يخون زوجته. I'm getting ready right now. Alright, I'm not ready no way, so I'll hit you when I am ready. When will you be ready? About. And you're gonna see me? I figured I don't be in Hollywood, I'll hit you when I am. وهذا المقطع مرة بدأ يتنشر عند كل الناس في تويتر أو في الانستغرام، وكثير من الناس برضو قلبوا على سنوب. زي ما قلت لكم 6ix9ine ما عنده شيء يخسره، فهو أي واحد بيلبس فيه المشاكل. فأنت إذا كنت عاقل ما تدخل مشاكل مع 6ix9ine حاليا، لأن 6ix9ine حاليا قاعد يدور على اتنشن بشكل مرة كبير، فأي واحد بيجي قدامه راح يلبسه الحيط. والشيء الحقيقي اللي سواه 6ix9ine انه كان ممنشن زوجته وقاعد يقول لها انه انت تستاهلي واحد افضل، قصده على مين؟ على سنوب. خلينا نتكلم عن هذه القضيه كده بشكل مره عام. انا بكل صراحه شايف انه سنوب مره غلط انه دخل في هذه المشاكل وهذه الاشياء حقت الشباب وحقت الجيل الحالي، مع انه سنوب زي ما قال هو اصلا هو ما هو فاضي، يعني ما هو فاضي، هو يقعد يحط عقله بعقل واحد 20 وهو تقريبا عمره حاليا بيدخل 50. فاكتبوا لي تحت في الكومنتات، هل تشوف انه سنوب غلط لما دخل هذه المشاكل ودخل مع 6ix9ine وراح يخسر كثير في الايام القادمه؟ فاكتبوا لي تحت في الكومنتات ايش رايكم بالموضوع، مع انه 6ix9ine ما في شيء يخسره حاليا.
الخبر الرابع معانا في هذه الحلقة لتونوان سافيج قاعد يقول انه سبب تأجيل البومه كان انه هو قاعد يشتغل اكثر وقاعد يطور البوم اكثر. هذا الشيء بكل صراحة اعطاني راحة انه اوكي ممكن راح ينزل البوم قوي، مع انه البوم كان المفروض ينزل في مارس لكن اتأجل، ولين دحين برضو ما اعطونا موعد. لكن مترو بومين قاعد يقول انه سافيج قاعد يشتغل وقاعد يتعب على الالبوم في الايام القادمة. اخيرا البوم فيوتشر نزل وفي اول 30 دقيقة حصد على شهادة ذهبية بسبب تراك Life is Good اللي نازل اصلا قبل الالبوم. طبعا الالبوم باع نسخ مرة كبيرة في اول اسبوع، تقريبا 185 الف نسخة في اول اسبوع، وهذا الرقم مرة كبير توريك انه هذا الالبوم راح يكون ناجح في الشهور القادمة لين نهاية السنة. اما على الراي الشخصي بقول صراحه هذا الالبوم كان كويس، فيه تراكات كانت مره حلوه زي عندك مع ترافيس او مع دريك لايف از جود او برضو مع للاوزي، ممكن في بعض الفيتات ما عجبتني زي مع يونغ ثوغ. ولما نتكلم برضو عن سناقل اعتقد في برضو بعض تراكات السنجل كانت كويسه وبعضها مكرره، لكن كمجمل عام الالبوم كويس، اعطيه تقريبا 8 من 10. حاليا برضو بولي جي مكسر ام الدنيا وباع تقريبا 95 الف نسخه في اول اسبوع، وهذا الرقم مره كبير على بولي جي لانه هو رابر صاعد، رابر صاعد بقوه. فاعتقد انه بولي جي راح يكون في السنين القادمه رابر تحفه فنيه. واخيرا اخر موضوع معانا، في البوم جديد راح ينزل لجوس وورد الراحل. طبعا زي ما كنت تعرف كيف مات سوينا حلقه في القناه ادخل شوفها، فجوس وورد راح ينزل البوم. اعتقد هذا الشيء مره كويس انه نسمع صوت الراحل، لانه انا مره كان يعجبني اقول صراحه مات في عمر مره بدري تقريبا 21 سنه. وهذه كانت حلقتنا، حلقه خفيفه لطيفه. لايك سبسكرايب انشر عند اصحابك اللي شافوا انه محتوى سهل النشر. بيس اوت.